ابني شو عم بصير معكم؟ أصلي ممنوع تطلع من البيت، مفهوم كلامي؟ حتى أكلة أنا باخد لها. ليش شو عملت كمان وخلتك تعصب؟ ليك إذا حدا بيخالف كلامي رح يندم. ما بدي أسئلة وما بدي حدا يتدخل فيني أبدا. ما تاكل هم، رح خبر كل اللي بالبيت. وينه خالي؟ اليوم مشاكل من أوله، خالك كمان انسحب من انتخابات البلدية. الصبح عمل مؤتمر صحفي وأعلن فيه إنه رح يسحب الترشيح، هلأ هو بالشركة. مرحبا عبدين. العمر لك أخي، ليش ما خبرتني إنه صار هيك بصفيه؟ كيفك هلا؟ طيب وينك؟ برأيك ليش صفية ما حبتني أبداً؟ يعني رح تموت إذا حبتني؟ ليك ما حبتني وماتت، ماتت وتركتني لوحدي. ليش هيك عملت فيني هالمرة؟ وأنا شو عملت لحتى تنتقم مني؟ كان بيستاهل؟ تركت ابنها وهربت يا فرهاد، كتبت سطرين وراحت بدون ما تعرف انه رايحة لقدرها. مو معقول قديش صعب تلاقي مرة تضل معك كل عمرك وما تتركك ابدا. دنيا ثانية، بالاخر كلنا رح نموت، كلنا رح ننزل بالاخير تحت التراب. معقول شو صعب إنك تصير إنسان؟ إنك تحب؟ إنك تقضي عمرك مع حبيبتك؟ شو شغلة صعبة معقول؟ لا تفكر يا أخي، خلص انسى وأهدأ.